السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اتكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه على هل إن الإنسان مركب أم لا، واعطينا وجهة نظر الدين، واعطينا وجهة نظر العلم الذي يعتبر إن الإنسان غير مركب، وإنما هو جسد وينبعث منه ما يسمى بالتفكير والإحساس وكل ما ظن الأولون إنه أشياء مركبة، ما هي في الحقيقة إلا أشياء من البدن بحد ذاته. هنا في الفيديو هذه حبيت نحكي على هل إن الإنسان له وجود بعد الموت أم لا؟ كما تعرفوا مازلنا ما جاوبناش على هذا السؤال بطريقة واضحة، ولكن ما أكدناه وما هو أكيد إن مستحيل أن يكون للإنسان حياة بعد الموت، لأن الحياة هي مرتبطة ارتباط كلي بهذه الدنيا وبهذا الجسد، هذه حقيقة. يعني عندما نقول حياة نقول جسد مادي اللي عندنا تو، ونعرف إن الإنسان عندما يموت يفقد الجسد متاعه، إذن مستحيل أن تكون هناك حياة بعد الموت. هنا حبيت أن نقول اللي الأسئلة الوجودية هذه ما هيش حاجة جديدة، ومش الإسلام اللي جا بها. وياسر على النص يقولوا لي لماذا أكثر الملحدين يتكلمون دائما على الإسلام؟ من قلت لكم وجاوبتكم 20,000 مرة؟ أول حاجة لأن من أصل مسلم، ثاني حاجة لأن المسلمين مسلمين هم أكثر ناس ما يقراوش وعايشين في قوقعة وما يعرفوش شنو واقع في العالم، وعايشين في أحلام بعيدة كل البعد على الحقيقة. وأبسط الأشياء، أبسط الأشياء، إن المسلمين يتصورون إن ما جاء به الإسلام وما جاء به محمد شيء جديد، وهذه مسألة غالطة 100%. أنا نتحدى أي مسلم مهما كان أن يأتيني بشيء واحد محمد جاء به جديد ومبدع وحاجة معناتها كيما نقولوا احنا إبداعية. محمد شعمل جاء إلقى أفكار موجودة في عصره، أيد بعضها وخالف بعضها. وأبسط الأمور، مثلا نضرب لك مثال، المسلمين قديش حكموا في يسمى العالم العربي الإسلامي؟ 1400 سنة، نقولوا 1350 سنة. شو اكتشفوا؟ ش عملوا؟ ما عرفوا حتى شيء، بقوا عايشين في الأوهام. العالم أجمع يقرأوا آلاف الكتب، أي إنسان يقرأ 1000 كتاب، والمسلمين يقرؤون القرآن 1000 مرة وما يقرأوا حتى كتاب آخر. وهذاك علاش أنا نعمل في الفيديوهات، على خاطر نعرف المسلمين مع الأسف مع الأسف ما يقرأوا كل العنوان وما يتفرجوا كان في التصور، على الأقل فيديو يسمعوه يحطوه يبدو يعملوا في حاجة أخرى ويقعدوا يسمعوا فيه. هنا حبيت نقول اللي مسألة الحياة بعد الموت ليس لها أي أساس من الصحة، لأن كما فسرت في الفيديو اللي قبل إن الحياة مربوطة بالجسد. لكن هل هناك وجود للإنسان بعد الموت؟ يعني أنا كي نموت ولا أنت كي تموت هل يكون لك وجود؟ هذه مسألة من الأسئلة الوجودية، وما نشفش نعطي رأيي أنا في المسألة هذه معناتها بالتدقيق، وإنما أردت أن أقول إن هذه الفكرة ليس حديثة، موجودة قبل محمد بآلاف السنين. أحنا وتنرجع الأول ملحمة مكتوبة بالخط المسماري تعود إلى السومريين عندها 4000 سنة قبل المسيح،
هي ملحمة جلجامش، واللي اكتشفها الغرب، الغرب الكافر، شوف الكافر شو يعمل، اكتشفها وموجودة الآن في متحف بريطانيا. المسلمين 1400 سنة يحكموا في العراق وما اكتشفوش هذه الألواح. وننصح كل لديني باش يطلع، باش يطلع على هذه الملحمة العجيبة والجميلة. وأكيد أن الملحمة يعني كتبت 4000 سنة قبل المسيح، يعني وإن معناتها كتبت في ذلك العصر، ولكن أكيد أن التفكير في المسألة الوجودية مسألة أقدم من 4000 سنة قبل المسيح. هذه الملحمة اللي تحكي على قصة ملك مر بثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى ويقال أن هذا الملك، والقصة يمكن معناتها هي ماهيش، هي نوعا ما أكيد الملك، فما يقول لك الملك وجد، فما يقول لك لا المسألة خيالية، شعلينا احنا بمسألة ناخذ العبرة من القصة، إنه كان يحكم وكان يقولوا ثلثين متاعه آلهة وثلث بشر، وكان متجبر وكان ما يعرف حتى حدود ويتعدى على العباد، فهمت يعني كان جدا متجبر. حتى نهار من نهارات يعني المرحلة هذيك، المرحلة اللي حكم فيها الأولى هذيك، النجم هي نقوله هي مرحلة الجنة، فهمت يعني هي ما يسمى بالمرحلة. المرحلة الأولى هي اللي كان يحكم بدون حدود. حتى في نهار من نهارات اتعرف على شخص كان يعيش في الغابة وكان معناتها مع الحيوانات ويتكلم لغة الحيوانات ويفهم الحيوانات، اسمه أكيدو. سمع به اللي هو موجود في الغابة، يا أخي بعث له شكون باش يغويه باش يجيبه للمدينة، ولا أصحاب هو وياه. حتى نهار هذا أكيدو صاحبه اللي ولا معناتها صاحبه العزيز مات، ومن هنا جلجامش اكتشف اللي فم الموت، وهنا أصيب بصدمة. معناتها ما نحبش معناتها نحكي القصة، تنجموا ترجعوا لها القصة وتقرأوها، هي جدا جميلة، وفي الحقيقة تحتوي على كل ما هي موجودة الآن في التوراة والإنجيل والقرآن من قصة آدم. أكيد وهذا تشبه قصة آدم، وكيفاش أغواته المرأة اللي جت من المدينة، ويحكي على قصة الطوفان، ويحكي على قصة موسى، ويحكي على قصة جلجامش اللي مشى بعد لمات أكيدو يفركس على ما يسمى بسر الحياة. هنا جلجامش أصيب بصدمة عندما شاف صديقه يموت قدامه ويخرج من خشم الدود ويدود. وقتها شاف هذاك الشيء المنظر أصيب بصدمة وقال أنا إيش نعمل في هذه الدنيا، ومشي يفركس على ما يسمى بالخلد. خطر هذه ما يسمى أنا نسميها فترة وعي، وعي إنساني. الإنسان هذه معناتها القصة تعبر على الوعي الجماعي الإنساني، وقتها يكتشف أنه موجود عنده خيارين، يا إما يتغلب على الموت وما عادش يموت، يا إما يتصور حياة أخرى بعد الموت، ما عندوش خيار آخر لكي يستطيع أن يكون متوازن في عقله. وجلجامش وقت شاف الموت مشى يفركس على ماء الحياة، وهي نفس قصة الخضر اللي شرب من ماء الحياة، ونفس قصة ذو القرنين، ونفس قصة بوذا اللي مشى يفركس على سر الوجود، فهمت يعني نفس القصة، فهمت كي تشوف، فهمت. في الأخر القاء الحياة، لكن في الطريقة متاعه هو راجع للمدينة متاعه ضاع له كلات هالو حية، فهمت يا أخي، رجع للمدينة متاعه ما غير ما يكون عنده سر الحياة. ووقتها شاف السور اللي بناه حول المدينة فهم حاجة، إن الموت لا بد منه، وإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخلد به هو العمل الذي يقوم به في هذه الدنيا. هذه هي الخلاصة متاع قصة جلجامش، هذه الفكرة السومرية واللي بعد انتقلت البابلية وغيرها 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 وغيرها، وحتى نجدوها عند الفراعنة، إن فكرة التحنيط وفكرة بناء الأهرام هي فكرة الخلد، الخلد بالأفعال،
حتى جات المصيبة متاع الأديان الإبراهيمية وبدلتنا الخلد بالأفعال بالخلد بحياة بعد الموت. إذن ومن هنا بدأ العالم يدخل في مرحلة تخلف. يعني كنشوفوا الحضارة السومرية والحضارة البابلية والحضارة الفرعونية والحضارة القفصية في جنوب شمال أفريقيا وغيرهم وغيرهم من الحضارات. يعني كانت العباد تؤمن إن الإنسان يخلد بالأفعال متاعه وبالأعمال متاعه وباللي يعمله وبالأشياء اللي ينجزها في الدنيا هذه. حتى جاءت ما يسمى بالديانات الإبراهيمية وبعدتنا على الهدف متاعنا ذاك. علاش أنا ديما نقول لو كان هناك إله لهذا الكون لكانت الأديان الإبراهيمية والإسلام واليهودية هذوما الزوز بحد ذاتهم إبداع وخلق شيطاني. لا يمكن الإسلام واليهودية وحتى المسيحية أن يكون معناتها اللي جاب هذه الأديان. يعني لو كان معناتها الإله موجود والشيطان موجود لكان من إنجاز الشيطان لكي يبعد الإنسان على الحقيقة اللي هذا الكون احنا المسؤولين عليه. احنا المسؤولين عليه واحنا اللي لازمنا نطوره. إذن فكرة ان هناك حياة بعد الموت هي فكرة ليس لها اساس من الصحة. ولكن نرجع المسألة، لا يعني ان ليس هناك وجود. ومن هنا هذه معناتها وجهة نظري شخصية. انا بالنسبة لي اؤمن ولا اؤكد ان كل انسان او كل شيء موجود في هذه الدنيا الا نتيجة تطور وعي كما التطور الجسدي. انا بالنسبة لي العالم ليس كما يتصوره الماديين. انا بالنسبة لي العالم حي، له اخلاق، له احساس. انت تشوف كي تلعب ساعات الرياضة بدنك يولي طالب باش تاكل. يعني هذه نوع من اللغة، اللغة البدنية. انا ما نؤمنش خاطر كي تشوف ما نؤمنش بالفكر المادي البحت. بالنسبة لي اني مدام موجود هوني يعني كنت موجود قبل. نتيجة يعني وصولي لهذه المرحلة هي نتيجة تطور من مرحلة اخرى. وفقدي الجسد ليس يعني موتي وانما انتقال الى مرحلة اخرى. ولكن هذا ليس له اي علاقة بفكرة الاله وبفكرة الغير الامور الغير طبيعية. بالنسبة لي كل شيء طبيعي، كل ما هو موجود في هذا الكون وقتها ما نفهموهش ونقوله هو غير طبيعي. وإنما الحقيقة كل شيء طبيعي، حتى لا شيء، حتى ضد المادة، كل شيء عنده تفسير وعنده معنى. وبالنسبة لي الإنسان يمكن أن يتغلب على الموت ويصبح ما عادش يموت. بل أنا أؤمن وهو إيمان شخصي إن الإنسان يمكن أن يرجع من مات. علاش لا يا اخي؟ شنو انا ولا شنو انت؟ انت نتيجه ماضيك، يعني عباره على تسجيل، تسجيل من نهار اللي تولدت ولا حتى قبل ما تولدت حتى لتو. يكفي عندما نفقد الجسد بتاعي اللي هو عباره على اله تجبد هذا التسجيل، تحافظ على هذا التسجيل. وقت نموت التسجيل هذا انا ما نعرفش عليه فين يمشي. هل هو يبقى كما هو؟ هل هو يتبعثر؟ فمن يقول لك يعود يرجع في جسم آخر؟ أنا ذي من منش بها. لا، فمن يقول لك لا يتبعثر وينتهي مع انتهاء الجسد؟ هذه ممكنة، ولكن يمكن أن يبقى مسجل. ويكفي أن هذا التسجيل نضع في جسم آخر. فهمت؟ أعود أنا كما أنا. لو انا اخذت التسجيل بتاعي من نهار اللي تولدت وحطيته في بدنك واخذت التسجيل بتاعك وحطيته في بدني، فهمت؟ راني وليت انا انت وانت انا. يعني البدن ليس له قيمه. القيمه هذه القيمه المعنويه الاحساسيه، من حب، من كره، من كل شيء، من اللي شفته، من الذاكره.
وهذا الكل له موجود لا في صباع الساق الصغير ولا في القلب كما يقول الإسلام ولا حد شيء. كل شيء في مركز الأعصاب هو المخ. هذاك علاش الإنسان توا استطاع أن يبدل كل شيء، كل شيء يبدله، القلب يبدله، اليد يبدلها، الساق يبدلها، العين يبدلها، الجمجمة معنتها الخارج الكل ينجم يركبه إلا المخ. السر العظيم موجود في هذا المركز، مركز الأعصاب هذا اللي هو موجود هوني، فهمت؟ هو الأساس وهو السر، سر العظيم اللي يمكن الإنسان يوصله للخلد وما عادش يموت. على خاطر الإنسان كما قلت لكم عنده خيارين، يا إما يتغلب على الموت يا إما يتصور حياة أخرى بعد الموت. إذن أيها الإنسان العاقل، أيها الإنسان الواقعي، أيها الإنسان المؤمن بإنسانيتك، هل تريد أن الإنسان يتجاوز الموت ويتغلب على الموت ويصبح رب هذا الكون بمفهوم رب، ليس بمفهوم ديني، ليس بمفهوم تسلط، وإنما بمفهوم إنساني؟ لأن نعرف وإحنا هذا الكون يقوم على ظلم كبير، يقوم على الأقوى. احنا كل هذه المشاعر اللي عندنا، فما مشاعر الانتقام، مشاعر تعدي، مشاعر الظلم، مشاعر القتل، كلها هي من بقايا، من بقايا الحياء الحيوانية. ولا يمكن أن نتخلص من الحياء الحيوانية إلا بالتخلص من هذه الأفكار الدموية. بأي حق أنا أدمر الآخر لكي أعيش؟ وهذه مسألة طبيعية موجودة في الكون، وهذا دليل إن ليس للكون إله، وإن كان للكون إله فهذا الإله ليس عادل، لأن لا يمكن أن يكون هناك إله يخلق كون أول شيء وبقول الجميع غير كامل، وثانيا يقوم على نظام جبروتي، نظام يعني الأقوى هو اللي يغلب. بالنسبة لي الإنسان بإنسانيته، بتسامحه، بحبه، بالمسامحة، شكون الرحمن الرحيم؟ احنا الرحمن الرحيم، فهمت؟ احنا الرحمن الرحيم، احنا البشر نجسد هذه الكلمة في نحن، فعود نؤمن ان إله رحمن رحيم، نسجدلوها في نحن، احنا نولي رحماء. يعني الفكر انا ديما نقول راهو كل ما جاءت به الأديان ليس ينبع من فراغ. عندما انا اقول كل ما يتفكر الانسان ولا يفكر الانسان هو في الحقيقه نتيجه واقع، وتقول عروس البحر، شنو هي عروس البحر؟ هي تركيبه من نصف سمكه ونصف انسانه. ولو تقول مثلا رشنا البراق، يعني حصان ولا بغل عامل جوانح نتاع طير. إذن كل ما هذه فكره الجنه وفكره النار وفكرة الحياة من بعد الموت وفكرة الخلد وفكرة كلها 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 أشياء رمزية، والذي سوف يحقق تلك الأشياء ليس إله بل هو الإنسان بحد ذاته، أنا وأنت، وقت نبنيه بلادنا، وقت نبنيه شمال إفريقيا، وقت نبنيه العالم متاعنا، إفريقيا كلها، العالم، الأرض هذه نبنيوها ونعمله. وهذاك هو المهم، هذاك هو الأهم، هذاك هو اللي خلدنا، هذاك هو اللي يعطينا قيمة. مش وقت نؤمن بإله ونمشي نقتله ونذبحه ونصليه ونعمله، هذي وقت خمسة صلوات في اليوم لو نظفتوا بها الشوارع متاعكم راهي ولا تنظيفة. لو خمسة مرات في اليوم كل واحد ينظف قدام داره يا سيدي، مش خمسة مرة برك، تشوفوا بلداننا كيفاش تولي، مش المزبلة اللي عايشينها توا. إذن نحيو عليكم فكرة هذا الإله، وفكروا اللي انتوما جسدوا إله ليس إله الأديان، وإنما إله الإنسان، إله عظيم، إله يصلح هذه الطبيعة ويخالف هذه الطبيعة ويطورها
يرفعها إلى الأفضل ويتغلب على الموت. وهنا نختم هذه الفيديو ونقول راهو ما فماش حياة بعد الموت، عيشوا حياتكم هذه. يمكن فما وجود من نوع آخر ولكن مش وقته. توفكروا في الدنيا هذه باش تخلدوا بأفعالكم بأعمالكم بالحاجات الباهية. تعلموا تسامحوا. علاش 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 تقعدوا شادين الغل وشادين الواحد والكره وهذه الأشياء؟ علاش علاش لازم نجسدوا إنسانيتنا وتو تشوفوا بإنسانيتنا نتغلبوا حتى على الفكر نتاع الإله الجبار المتكبر المتعالي اللي يحب يقاتلون في سبيله صفا. هذا الإله الجبار في الحقيقة، هذا الإله الإسلامي أو الإله الإبراهيمي هو إله جبار متكبر ليس له أي قيمة. لو أنت تضع نفسك في مكانه وتتكلم باسمه سوف ترى نفسك كم أنت حقير، وأنك حتى إنسان ما وصلتلوش، وإنما مجرد جبروت متكبر دكتاتور يريد أن يفرض أفكاره. وهذه هي الأديان كلها، وهذه الأديان يجب أن تنتهي، ويجب البشرية تعيش نحو الأفضل من أجل أن تبني هذه الأرض وأن تبني الكون كله، ولما لا تصل للخلود. فالخلود هو خلود العمل وخلود الإنسان، وخلود هذا هو الخلود الحقيقي، ليس تفكر لي بعذاب القبر والحكايات الفارغة. وبالسلامة ومع فيديو القادم.